يعني دهشت انا شخصيا، مش عارف انتوا هتستقبلوا الخبر ده ازاي، ومش عارف الاتحاد المصري لكرة القدم هيستقبل الخبر ده ازاي وهيفعله ازاي ولا مش هيفعله، هياخد قرار في ايه. عايزين نشوف يا جماعه حد من اتحاد الكرة عشان نتناقش معاه في هذا الخبر. الاتحاد التونسي بيعتبر لاعبي شمال افريقيا لعيبه محليين، خبر مطروح للنقاش، ممكن تناقشونا فيه عادي، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك ممكن تناقشونا في الخبر ده. هل هو مفيد للكره المصريه ان انت تخلي كل لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليه؟ هل هو مضر؟ هل هياثر على قطاعات الناشئين؟ هل هياثر على منتخب الشباب اللي هنتكلم عليه بعد شويه؟ اخبار كتيره جدا وتساؤلات كتيره جدا ممكن حضراتكم تشاركوها. فعلوها يا جماعه عندنا على صفحه الاهلي على الفيسبوك، ممكن تدخلوا تشاركونا برايكم ونتكلم مع ضيوفنا الكرام في ارائكم زي ما متعودين معاكم في كل برنامج. فعلوها يا سمير لو سمحتوا.